What a game! Over 56,000 fans. يا لها من مباراة. أكثر من 56,000 مشجع. الكثير من جمهور الاتحاد السعودي والكثير أيضا من جمهور النادي الأهلي المصري. لقد كانت مباراة قوية خصوصا في وسط الملعب. لكن الأهلي فاز عن جدارة واستحقاق. كان الأهلي الفريق الأكثر قوة. لعب بشجاعة وبتضحية وبكثير من الشغف. لقد كان التزام اللاعبين بالقتال من أجل الفريق والنادي أمرا لا يصدق. كان هذا واضحا وحاسما في المباراة. تمسك الفريق وحسم السيطرة على منتصف الميدان بكل قوة وشراسة، وخصوصا مروان عطية اللاعب رقم 13 في وسط الملعب الدفاعي. إنه لاعب رائع، ويجب أن أقول إنه من لاعبي القمة في مركزه. قد كان الأهلي رائعا. أما نقطة التحول في المباراة فكانت في نهاية الشوط الأول، والبطل فيها هو محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي الذي تصدى لركلة جزاء من كريم بنزيما، كما تصدى بعد ذلك لانفراد خطير وبكل قوة. أنا متحمس للغاية لمشاهدة المباراة القادمة للأهلي.